أخطر أنهار وبحيرات حول العالم. هل ترغب في الهرب من أعبائك والحرارة العالية لتلقي بنفسك في أحضان الشواطئ والبحار؟ لو كنت ترغب في ذلك لا تذهب إلا قبل مشاهدة هذا الفيديو، فقد تختفي رغبتك هذه. أولاً، بحيرة الموت، إيطاليا. مياه بحيرة الموت، والتي تعتبر مياهاً، ليست مياهاً على الإطلاق، بل هي حمض الكبريت المركز، والتي كان يقوم الأباطرة الإيطاليين قديماً بإخفاء جثث أعدائهم فيه، والتي كانت تتحلل بواسطة حمض الكبريتيك تاركة وراءها لا شيء. ثانياً، نهر ريو دانتال بإسبانيا. نهر مياهه حمراء كالدم، والذي يخرج من مقاطعته لوفيا ويطفو حتى أندلسيا، وهو غير جذاب على الإطلاق، والسبب لونه الغريب نتيجة للتركيز العالي للمعادن داخلها مثل النحاس والفضة. وقد اشتهرت هذه المياه بأنها أكثر المواضع حمضية في العالم، فمعامل الـ BHO معامل الحمضية يتراوح بين 1.7 إلى 2.5، وتقريبا يتوافق مع حمضية عصارة المعدة، وهو ما يمثل خطورة على أي مخلوق حي. ثالثا، نهر زينسي في الصين. ثالث أكبر نهر في العالم، حيث يسبقه الأمازون ونهر النيل، ولكنه يتقدم عليهم في أمر هو ليس جيدا على الإطلاق، وهو أن 17,000 مستوطنة الصينية مع ضفاف اليانغزيتس لا يمتلكون أماكن لصرف المخلفات، وبالتالي يتم إلقاء كل مخلفاتهم في النهر من دون أن يتم فلترتها، مواد كيميائية، مخلفات بترولية، والمخلفات المعتادة عن نقل البضائع. رابعا، بحيرة كاراشاي. مؤخرا فإن قضاء ساعة واحدة على شواطئ بحيرة كاراشاي يعني تعرضك للموت المؤلم بسبب تعرضها إلى 600 أشعة سينية نتيجة للانفجار الذي وقع في منشأة لتخزين المواد الانشطارية والتي تسمى ميوك عام 1957. زوه ما نتج عنه تلوث النهر، وعلى الرغم من أن الشركة تتلقى سنويا ملايين الروبولات من أجل حل الأزمة، إلا أن الإشعاع مستمر في الانتشار. خامساً، نهر الأمازون بأمريكا الجنوبية. استمراراً مع أخطر أنهار وبحيرات العالم، فإن الأمازون يعتبر واحداً من عجائب الدنيا السبع، لأنه في كل ثانية يصب في المحيط الأطلنطي 220,000 متر مكعب من الماء، وهو يحتوي على وحوش متعطشة للدماء فعلاً، فنجد فيه سمك البيرانا المتوحش والأناكوندا العملاقة ومخلوقات فتاكة وطفيليات صغيرة ولكن قاتلة حقاً، والتي تفتك بالإنسان عبر العيش في مجرى البول عنده. فنجد أن الأمازون مليء بالمستنقعات القاتلة، بالإضافة إلى أنه يتكون فيها موجات جزر عالية تتسبب في رعب القرويين. سادساً، نهر جانجي بالهند. النهر الرئيسي في الهند موجود في قائمة أسوأ أنهار العالم، ففيه نجد مخلفات الإنتاج ومخلفات البشرية القادمة من مدن الهند المزدحمة، حتى أن السكان يستحمون في النهر، ونجد أن نسبة البكتيريا فيه أكبر 120 مرة من المعتاد، والتي تسبب أمراضا معدية ووفاة آلاف الأشخاص كل عام. وبجانب كل المشاكل الموجودة فيها، نجد أن المحليين هناك يمارسون طقوس الحرق والتخلص من الرماد داخل النهر. سابعا، بحيرة أوناوانداجا، وهي موجودة في الولايات المتحدة، ونجدها في القرن التاسع عشر كانت منطقة سياحية مشهورة تصلح للإقامة فيها. بعد مرور قرن من الزمان خضعت المنطقة للتطور الصناعي مثل الكثير من الأشياء، وبحلول عام 1901 أصبحت مشبعة بالمخلفات الصناعية مثل النترات والفوسفات والزئبق والبكتيريا المسببة للأمراض. وفي عام 1940 تم منع الاستحمام، وعام 1970 تم أيضا منع الصيد فيها. شكرا للمشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.